بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتورة هبة أحمد حسن، مدرس الكلينيكال فارماكولوجي كلية الطب البشري جامعة الزقازيق. إن شاء الله المحاضرة النهاردة عن الكورتيكوستيرويد. هو احنا ليه بندرس الكورتيكوستيرويد في الفارما؟ أولا لأن الكورتيكوستيرويد ده من ضمن الأدوية المشهورة جدا في الناس اللي عندهم أوتو أمين ديزيز، أي مرض مناعي لازم البيشنت بياخد فيه كورتيكوستيرويد، فأنا لازم أعرف كل ما يخص الكورتيكوستيرويد في الفارما، وده اللي هندرسه النهارده في المحاضره. ايه هي الانتندد ليرنينج اوت كومز؟ ايه اللي انا بعد ما المحاضره دي تخلص المفروض اكون عارفه؟ اكون عارف الفارماكوكاينتكس للكورتيكوستيرويد، اعرف اعمل انيوميريشن للبريبريشن بتاعه الكورتيكوستيرويد، وكمان اعرف الفارماكو داينامكس بتاعه الكورتيكوستيرويد، عايز اعرف ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعتهم وايه الفارماكولوجيكال اكشن. بقيه الكورتيكوستيرويد هناخدهم ان شاء الله في الاس جي اس القادم باذن الله فيما يخص الكورتيكوستيرويد. نيجي نتكلم دلوقتي عن الفارماكوكاينتكس اوف كورتيكوستيرويدز. اول حاجه نتكلم عليها الابزوربشن. لو البيشنت ده خد الكورتيكوستيرويد اورالي هو ويل ابزوربت من الجي اي تي. كمان في منه بريبريشن كتير ممكن اخدها انتروفينوس، انتروماسكولار، انتراارتيكولار، يعني ممكن اخدها في المفصل لو في مشكله في انفلاميشن زي في حالات الروماتويد ارثرايتس، او توبيكالي ان انا احطه موضعي على الجلد، او اريوزل في بخاخات زي في حالات البرونكيال ازمه. الديستريبيوشن بتاع الكورتيكوستيرويد اكتر من 90% لما بينزل البلاط بيتشال على البلازما بروتين ويكلبش فيه، سواء البلازما بروتين دي كانت جلوبلين او البومين. الميتابوليزم بقى شكله ايه؟ اولا هيبقى صلام الكورتيكوستيرويد بيحصل له ميتابوليزم في الليفر عن طريق المايكروزومال اوكسيدايزنج انزايم، وبعدين يحصل له كونجيوكيشن ان انا الليفر يضيف عليه جلوكيورينيك اسيد او سلفيت جروب. الميتابوليتس دي تطلع وتروح للكلى الكدني عشان يحصل لها اكسكريشن. في حاجه مهمه جدا في الفارماكوكاينتكس، الكورتيكوستيرويد ممنوع ان انا اخده في بريجننت فيميل، لانه تراتوجينست دي تراتوجينيك افكت، بيعمل لي كونجنتال انوميلي في الفيتس. طيب لو البيشنت دي لازم تاخد كورتيكوستيرويد وعندها اوتو اميون ديزيز يتحتم انها تاخد كورتيكوستيرويد، بديها اي نوع؟ بديها طيب من الكورتيكوستيرويد اسمه بريدنيزون. اسمه ايه؟ بريدنيزون. ايه هي البريباريشنز اوف كورتيكوستيرويد؟ السموم حسب الديوريشن بتاعته. اولا هم ليهم تو تايبس، كورتيكوستيرويد تو تايبس، يا اما جلوكوكورتيكويدز يا اما مينرالوكورتيكويدز. ومن اسمهم جلوكو يعني مين اللي بتشتغل على الميتابوليزم وليها سيستميك افكت، مينرالو يعني بتشتغل على المينرالز ودي ليها علاقه بالكيدني والكوليكتنج تيوبس. طيب قسمهم ازاي؟ قال لك انا قسمتهم حسب الديوريشن اللي هم الجلوكوكورتيكويدز. مين اللي جلوكوكورتيكويدز؟ الشورت ديوريشن اللي هم الكورتيزول وكورتيزون، دول بيشتغلوا من 8 ل 12 ساعه. اما الانترميديت اكتنج دول اللي بيشتغلوا من 12 ل 36 ساعه، ودول اللي اخرهم زون، بريدنيزون، بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزيلون، تراي اميسينولون. اللونج اكتنج دول بقى اللي بيشتغلوا من 36 ساعه ل 72 ساعه، زي اللي هم اخرهم ميسازون اللي هم البيتا والديكسا، بيتا ميسازون والديكسا ميسازون. واخر حاجه اللي هم المينرالو كورتيكويدز اللي هم الالدوستيرون، الدوكا اللي هو الديوكسي كورتيكوستيرون، والفلودرا كورتيزون. دول بيشتغلوا مينلي مينرالو كورتيكويدز، يعني ليهم افكتس على الكوليكتنج تيبيولز وعلى المينرالز مينلي. هنتكلم دلوقتي عن الفارماكو داينامكس اوف كورتيكوستيرون. اول حاجه في الفارماكو داينامكس هي الميكانيزم اوف اكشن، سواء كان الكورتيكوستيرويد دي جلوكوكورتيكويدز او مينرال كورتيكويدز، الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه بالظبط. ايه هي؟ بيعملوا بايندنج لحاجه اسمها انتراسيلولار سيتوبلازميك ريسبتور. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل ان الكورتيكوستيرويد لما باخده بينزل البلاد، او سواء كان اندوجينوس جوه الجسم وبيبقى متشال في البلاد على البلازما بروتين، هو الليبيد سوليبل، فبيعدي السيتوبلازم ويروح يلاقي مستنيه في السيتوبلازم ريسبتور اسمها سيتوبلازميك ريسبتور، تروح ماسكه فيه قفشاه 1 دراج مولكيول من الدراج مع 1 مولكيول من الايه، من الريسبتور. طيب
هيقول لك هو كده بيحصل ايه؟ قال لي لا انا كمان محتاج دراج، كمان مولوكيول من الدراج وكمان ريسبتور تانيه، يعني لازم اتنين ريسبتور واتنين دراج مولوكيول من الدراج يمسكوا في بعض، ده يسمى اسمها دايمرايزيشن، يعني يمشوا اربعات اتنين دراج مع اتنين ريسبتور. وبعدين يروحوا فين؟ يروحوا للنيوكلس على حاجه اسمها جين بروموتور. ايه الجين بروموتور ده؟ ده عامل زي المفتاح بتاع النور بالظبط، بيطفي ويقفل، وهنقول ازاي بالظبط على الصوره اللي بعد كده بيشتغل. دي بتبين لي ان بيحصل دايمرايزيشن، اتنين مولوكيول من الريسبتور مع اتنين مولوكيول من الدراجز بتروح على جين بروموتور اللي هو السويتش اللي بيفتح وبيقفل. ده عباره عن بيشتغل كترانسكريبشنال فاكتور، بيعتمد على ان الجين دي يحصل لها اون تشتغل لو جامسك حاجه فيها اسمها كو اكتيفيتور، حاجه بتنشطها، او ان الجين دي يحصل لها اوف توقف تصنيع جينز خالص لو جه حاجه مسكت في الـ في الـ في الجين بروموتور دي اسمها كود بريسور، حاجه بتوقفها اللي هي تطفيها. يعني حاجه مهمه لازم نعرفها ان الميكانيزم اوف اكشن او الاكشنز كلها بتاعه الجلوكورتيكويدز بتبقى ليها ديلايد افكت، بمعنى انها بتظهر بعد فتره، او ان حاجه اسمها اللاج بيريود بين ان اخد كورتيكوستيرويد او جلوكورتيكويد ويظهر الافكت بتاعه. ليه؟ عقبال ما الريسبتور بقى تمسك في البروموتور جين ويحصل بقى كوبريسور تيجو او الكو اكتيفيتور تيجي، كل الحاجات دي عقبال ما بتحصل فبيحصل ديليد افكت وانه يظهر الاكشن بعد فتره، ما عدا في حاجتين. الجلوكورتيكويد ليه ايميديت افكت مع الريلاكسيشن اللي بيحصل في سموث ماسل بتاع البرونكاي، لما ليه؟ لانه بيعمل انتر اكشن مع الكاتيكولامينز ويحفزه انه يحصل منه الريلاكسيشن. وكمان لما يحصل لايبوليسيز، لايبوليسيز يعني ايه؟ يعني يجي على الفات سيل ويحصل لها لايبوليسيز، يحول الفات لفري فاتي اسيد. نيجي نتكلم دلوقتي عن الفارماكولوجيكال اكشنز سواء للجلوكوكورتيكويدز او المينرالوكورتيكويدز. احنا هنتكلم اول حاجه عن المينرالوكورتيكويدز. هو المينرالوكورتيكويدز مينلي الالدوستيرون، وده بيشتغل على الكيدني تيبيولز والكولكتنج تيبيولز. بيعمل ايه؟ بيزود حاجه وبينقص حاجه، بيزود الري ابزوربشن بتاع الصوديوم وبتاع الميه الووتر، كمان بيزود بتاع البايكربونات. طيب هو بيقلل الري ابزوربشن بتاع ايه؟ بتاع البوتاسيوم والهيدروجين، يعني هو بيزود 3 وبينقص 2. طيب بالاضافه لكده، بالاضافه ان هو بيزود اصلا ري ابزوربشن بتاع الصوديوم من الكيدني تيبيوز، كمان بيزوده من السويت جلاند والسليفري جلاند والجي اي تي، فيحبس لي عندي الصوديوم والميه جوه الجسم. طيب الجلوكوكورتيكويدز بقى بتشتغل على ايه؟ هي ليها من اسمها جلوكو، يعني من اللي بتشتغل على الميتابوليزم سواء كان هاي كربوهيدرات او بروتين او فات او مينرالز. كمان ليه؟ بيزود الريزيستنت للستريس، ان البيش البني ادم ده ساعه الفايت او التروما يعرف يريزيست للسيتويشن ده. ليه افكت على البلاد اليمنتس، ليه انتي انفلاماتوري واميونو سبريسيف افكت، وده الملي اكشن بتاعه. كمان ليه افكت على البيتيوتري والهايبوثالاموس، الانتيرو بيتيوتري والهايبوثالاموس بنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. كمان ليه اذر افكت هنتكلم عليها بالتفصيل بعد شويه. المينرالوكورتيكويدز بما انه بيقلل بوتاسيوم والهيدروجين ري ابسوربشن بيحصل مع الكالوزيس وهايبوكاليمي لما بيزيد الالدوستيرون ليفل، بالاضافه لانه بيزود الري ابسوربشن بتاع الصوديوم والووتر، فهيعمل لي ايه؟ هيزود لي البلاد فوليوم وكمان يزود لي البلاد بريشر ويحصل هايبر تنشن. الهايبر الدوسترونيزم ان هو زياده الالدوستيرون ليفل عن الطبيعي بيتعالج بحاجه اسمها سبيرونولاكتون، ده بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس بيقفل لي الالدوسترون ريسبتور. كده خلصنا المينرالوكورتيكويدز من حيث الفارماكولوجيكال اكشن وكمان الادفيرس افكت اللي ممكن تحصل منها. طيب هنتكلم دلوقتي عن الجلوكوكورتيكويدز لانها كبيره في الافكت بتاعها في الاكشن بتاعها في الفارماكولوجيكال اكشن، وهنمشي معاهم واحده واحده ولازم نحفظهم كويس عشان دول اللي هنطلع منهم بعد كده الادفيرس افكت واليوزز والكونترا انديكيشن. اول فارماكولوجيكال اكشن الجلوكوكورتيكويدز بيشتغل عليه هو الميتابوليزم نفسه، اللي هو تأثيره على الكربوهيدرات والبروتين والليبيد والمينرالز. بيعمل ايه في الكربوهيدرات؟ هو بيقلل الابتيك واليوتيلايزيشن بتاع الجلوكوز، وفي نفس الوقت بيزود لي تصنيع الجلوكوز من الليفر،
بيزود الجلوكونيوجينيسيس، فيبقى عندي هايبر جلايسيميا. بيجي على البروتين ويقلل لي البروتين سينسز، وفي نفس الوقت يزود لي البريك داون بتاعه البروتين، فيبقى عندي ايه؟ عندي ماسل ويستنج. ولو البيشنت ده او الطفل ده، البيشنت ده طفل، كمان يعمل له جروس ريتارديشن. ليه؟ لان الطفل ده بيبقى محتاج في الفتره دي بروتين، حاجه انابوليك تبني له العضلات بتاعته، وهو اصلا بيكسرها. بيجي على الليبت ويعمل له لايبوليسيس عن طريق انه بيعمل اكتيفيشن للايبيس انزيم، وفي اللارج دوز وفي مده طويله لما بدي كورتيكوستيرويد جلوكوكورتيكويد لمده طويله للبيشنت ده، بيعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن للبودي فات، بيخلي الفات يروح لاماكن معينه ويتحمل عليها. يجي في الوش ويعمل مون فيس، يجي على الظهر ويعمل حاجه اسمها بافلو هامب اللي هو حد في الظهر، دي كلها فات، ودي يسمى حاجه اسمها كوشينج سندروم، نتيجه ان انا بدي جلوكوكورتيكويدز بكميات وجرعات كبيره لفتره طويله. طيب بيجي بقى على المينرالز بيعمل ايه؟ بيقلل لي الكالسيوم ابزوربشن من الجي اي تي، وفي نفس الوقت بيزود لي الاكسكريشن بتاعه من الكدني، فيعمل لي هايبوجلايسيميا اللي في الاخر بيأديني الاوستيبروزيس اللي هو هشاشه في العظام. بالاضافه ان المينرال وكورتيكويد اصلا لما اصلا جلوكوكورتيكويد ليها مينرال وكورتيكويد افكت، بس لما بديها بكميات كبيره في النون فيسيولوجيكال ليفل، طيب هيعمل لي ايه؟ هيشتغل كانه مينرال كورتيكويد، هيحجز لي صوديوم وميه، وهي ايه؟ وهيطلع لي بوتاسيوم، يزود لي الاكسكريشن بتاع البوتاسيوم. فالناتج عندي يظهر ايه؟ ان البيشنت ده هتلاقيه منفخ نتيجه الصود تاند ووتر ريتينشن، كمان نتيجه زياده البلاد فوليوم هيحصل وهايبر، يحصل هايبر تنشن، كمان نتيجه زياده الاكسكريشن بتاع البوتاسيوم يحصل هايبوكاليميا، وده يبان عند البيشنت بانه في ماسل ويكنس، دايما عضلاته تعبانه. ضمن الاكشنز اللي بيقوم بيها الجلوكورتيكويدز ان هو بيكمبيت اجينست الاسترس، يعني بيزود الريزيستنت للاسترس، يعني يخلي الجسم يعرف يقاوم اثناء الاسترس. ازاي؟ انه بيزود لي الجلوكوز بلاد ليفل عن طريق الميكانيزم اللي احنا قلناها، وده بيخلي الجسم عنده انرجي يفايت، او نتيجه ان في تروما فدائما متحفز وعارف يكمبيت الاسترس. كمان بيزود لي البلاد بريشر، طب ده يضيف لي في ايه؟ يفيد لي في ايه؟ هيعمل لي فازو كونستريكشن، بيحفز لي او بيعمل لي انهانسمنت للفازو كونستريكتور اكشن بتاع الابنفرين اللي طالع من الادرينال جلاند، ويخلي البلد يروح للمصل والكلام ده، ومتحفز، خلي الجسم متحفز في حاله الاسترس والفايت والتروما. تاثيره بقى على البلد اليمنتس سواء كانت وايت بلد سيلز او ريد بلد سيلز او بليتلتس، اولا بيجي على الايزينوفيل، هو بيقلل لي اتنين وبيزود لي حاجه واحده، بيقلل الايزينوفيل والبيزوفيل والمونوسايت والليمفوسايت. ازاي؟ انه بيشيلهم من البلاد ستريم، من البلاد، ويوديهم للليمفويد تيشو، فيقلل الكميه بتاعتهم في البلاد، وكمان بيقلل الليمفوسايت والمايكروفاج اللي موجوده في الجسم، ويبقى ليه نوع من انواع، نتيجه ايه بقى اصلا بتحصل دي؟ نتيجه ان هو بيندوز ابوبتوزس، يعني الجلوكوكورتيكويدز لما بجد دي ليه ابوبتوتيك افكت، بيموت الليمفوسايت والماكروفاج. طيب وده هيعمل لي ايه؟ ده بيبقى مهم جدا في حالات التريتمنت بتاعه الليوكيميا، لان ساعتها بيبقى التي ليمفوسايت والماكروفاج بيبقوا وحشين اصلا بتوع الليوكيميا نفسها، اوكي؟ فانا عايزه ان الجلوكوكورتيكويدز يكسرهم يموتهم، فبستخدمه في عشان في اللوكيميا، عشان الحته دي بالذات، انه ايه؟ انه بيقتل الليمفوسايت والمايكروفاج، لكن بيزود لي حاجه اللي هي ايه؟ الاريثروسايت اللي هي الار بي سيز، لدرجه ان ساعات في حالات الكوشنج ديزيز او سندروم لما بيبقى فيه جلوكوكورتيكويدز زياده قوي، بيحصل عندهم زياده جدا جدا في الار بي سيز اللي هي البولي ثلاسيميا، والبليتلت كمان بتزيد، وده بيبقى الامباكت بتاعهم ان ممكن البيشنت ده نتيجه ان الجلوكوكورتيكويدز بياخده بكميات كبيره لفتره طويله، انه يحصل له حاجه اسمها ثرومبو امبليك مانيفيستيشن، يحصل له جلطه، يحصل له هيموريج. ده بسبب ايه؟ بسبب زياده الاريثروسايت والبليتليت. اما
اكشن للكورتيكوستيرويد او الجلوكوكورتيكويدز هو الانتي انفلاماتوري والاميونو سبريسيف افكت، وهم دول الاساس اصلا اللي بستخدم فيهم الجلوكوكورتيكويدز. ايه هو بيعمل ايه؟ هو بيقلل الانفلاميشن وكمان بيسبرس الاميونتي. ازاي؟ هو بيعمل لي انهيبيشن فوسفولايبيز اي 2 عن طريق ايه؟ هو بيزود بروتين معين اسمه اللايبوكورتين. اللايبوكورتين ده نفسه هو اللي بيعمل انهيبيشن للفوسفولايبيز اي 2. طب وده نتيجه يحصل ايه بقى؟ اصلا الفوسفولايبيز اي 2 ده بيشتغل على حاجه اسمها اراكيدونيك اسيد او اراشيدونيك اسيد، اللي في الاخر بتطلع لي بروستاجلاندين والليكوتيراينز. البروستاجلاندين والليكوتيراينز دول المين ميديتور في الانفلاميشن. كمان بيعمل لي انهيبيشن للكوكس 2 سينسز في الانفلاماتوري سيلز، فبيقلل لي كمان البروستاجلاندين ريليز من الانفلاماتوري سيلز. ودي حاجه حلوه جدا عشان استخدمه كانتي انفلاماتوري دراج. اضافه انه اصلا بيعمل لي انهيبيشن للليمفوسايت والماكروفاج. احنا قلنا ان هو بيندوس الابوبتوزس اصلا للسيلز دي اللي هي اصلا مسؤوله عن الاميونتي بتاعه الجسم، وكمان يقلل لي الانتي بودي فورميشن والانتيجين انتي بودي رياكشن، فبيقلل لي الانفلاميشن اللي ممكن يحصل لي. بس ده بيخلي لي كمان اميونو سبريسيف افكت، يعني البيشنت ده لو عنده بقره من الانفكشن ممكن يحصلها رياكتيفيشن. يعني البيشنت ده لو عنده مثلا تي بي سل والبقره بتاعت التي بي دي تورمينانت خامله، نتيجه ان الكورتيكوستيرويد ده موجود وبيقلل لي الاميونتي بتاعت البيشنت، البقره دي هتنشط تاني. الجلوكوكورتيكويدز بيجي على المصل ويعملها ستابلايزيشن، يمنع الديجرانيوليشن بتاعتها ويمنع الريليس بتاع الهستامين اللي اصلا لما بيطلع بيزود لي بيعمل لي فاز دايليتيشن وبيزود لي البلاد سبلاي للحته اللي فيها انفلاميشن بما فيها من الليمفوسايت والماكروفاج عشان يكمبيت الانفكشن. الجلوكوكورتيكويدز بيمنع الكلام ده. حاجه مهمه جدا جدا اللي هي الافكت بتاعت الجلوكوكورتيكويدز على الانتيريو بيتيوتري والهايبوثالامس. ايه اللي بيحصل؟ في الطبيعي ان الهايبوثالامس بيطلع حاجه اسمها كورتيكوستيرويد ليزنج هرمون اللي تروح للانتيريو بيتيوتري يطلع لي الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش يروح للادرينال كورتكس يطلع لي الجلوكوكورتيكويدز. الجلوكوكورتيكويدز لما بتزيد في البلد بيحصل ايه؟ بيحصل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن يروح يمنع لي الهرمون اللي بيتفرز من الهايبوثالامس، وكمان يمنع لي الاس تي اتش ريليز من الانتيريو بيتيوتري. طب ده يفرق لي في ايه؟ اللي هي النيجاتيف فيدباك بتاعت الجلوكوكورتيكويدز دي تفرق لي في ايه؟ ان البيشنت مثلا عنده اوتو اميون ديزيز وبياخد جلوكوكورتيكويدز فتره طويله من بره، يعني بديه كدراج، فبيعلى نسبته قوي في البلد، فيعمل لي انهيبيشن على الهايبوثالامس والانتيريو بيتوتري، وبالتبعيه هيعمل لي انهيبيشن للادرينال كورتكس وما تفرزه من اندوجينوس جلوكوكورتيكويدز. يعني ما فيش عندي اي اندوجينوس جلوكوكورتيكويدز، ما انا بديها من بره بقى، فالادرينال كورتكس واقفه خالص، حصل فيها ادرينال اتروفي. عشان كده لو السيرابي بتاعت الجلوكوكورتيكويدز استمر فتره طويله لازم عشان الادرينال كورتكس ترجع تشتغل تاني بتاخد ساعات شهور عشان ترجع تشتغل زي الطبيعي تاني وتطلع لي اندوجينوس جلوكوكورتيكويدز. اوكي، يعني نيفر ايفر لو البيشنت ده بياخد جلوكوكورتيكويدز فتره طويله ان انا اوقف الدواء ده صدد، لا بيتوقف، يحصله ترابنج جرادوالي عشان ببقى خايفه من الادرينال اتروفي. مفيش اصلا، لو وقفت يبقى مفيش اندوجينوس جلوكوكورتيكويدز اصلا عندي. اخر حاجه في الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعه الجلوكوكورتيكويدز ايه؟ انه لازم يبقى فيه ليفل فيسيولوجيكال ليفل من الجلوكوكورتيكويدز عشان يبقى فيه نورمال جلوميرولر فلتريشن ريت. اوكي، تاني حاجه ان الهاي دوز من الجلوكوكورتيكويدز بتزود لي البرودكشن بتاع الجاستريك اسيد اللي هو الاتش سي ال والبيبسين، وده بيؤدي لي الى بيبتيك ألسر. بالاضافه اصلا ان الجلوكوكورتيكويدز مقلل لي السنسس بتاع البروستاجلاندين اللي هو اصلا بروتكتيف للمسل لاير بتاعه الاستومك. اوكي، كمان الجلوكوكورتيكويدز بيجي على حته في الهيبوكامبس ويعمل في السيلز بتاعه الهيبوكامبس مشاكل اللي هي في البرين. الهيبوكامبس ده بيبقى مسؤول على المينتاليتي والمود، فالناس اللي بياخدوا جلوكوكورتيكويدز فترات طويله ده بيأثر لهم على المود وبيعمل لهم مينتال اند سايكولوجيكال ستيت ويحصل فيهم ديستربنس، ساعات ممكن تؤدي لسايكوزس.
دكاترة خلصنا أول محاضرة في الكورتيكوستيرويد وعرفنا إيه هي الفارماكوكاينيتكس من حيث الأبزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والإكسكريشن، عرفنا إيه هما البريبريشن بتاعة الكورتيكوستيرويد من حيث الديوريشن والفرق بين الجلوكورتيكويدز والمينرالكورتيكويدز، عرفنا إيه هي الفارماكوكاينيتكس وإيه الميكانيزم أوف أكشن سواء للجلوكورتيكويدز والمينرالكورتيكويدز وما يتبعه من فارماكولوجيكال أكشن بتأثر إزاي على التارجت تيشو الموجودة في الجسم سواء كانت ليها ميتابوليك افكت ليها اميونو سبريسيف وانتي انفلاماتوري افكت، الافكت بتاعه كمان على البلات اليمنت، الافكت كمان بتاع الجلوك كورتيكويدز على الانتيريو بيتوتري والهايبوثالاموس وتاثيره لو انا اديت الجلوك كورتيكويدز من بره فتره طويله وتاثيره على ادرينال كورتكس وما يحصل فيها من اتروفي، ان كمان الجلوك كورتيكويدز لو اديتها فتره طويله بكميات كبيره ممكن تعمل لي بيبتيك ألسر وتاثر لي على المينتال ستيت بتاع البيشنت وممكن يحصل له سايكوزس. كده يا جماعه احنا خلصنا اول محاضره في الكورتيكوستيرويد وجود لك يا جماعه وثانك يو.